انا ماشي والله. هيخلي عمو تحية احتراماتك. الله يحفظك سيدي. مزيان هكا على بركه الله. متابعي قناه الشفتي لله الحمد. فبعد فيديو ديال الصباح اللي تلاقينا بهذا المواطن المغربي اللي كيقول بانهم غلطوا له في الاسم ديال الزوجه ديالو. الحمد لله بعد القناه فيديو القناه تواصل معنا وقالنا الحمد لله صحوا لي الاسم ديال الزوجه وغدوه ان شاء الله غادي يمكن لي ندخل ولدي في الحاله المدنيه. حاول عاود لي اشوق عليك يا اخي العزيز. معليش نقبلك. معليش عاود لي اشوق عليك. صحوا لك الاسم ديالك. صحوا لي. واه حولي الله يجازيه بخير الشيخ طيبي الله يحمي والديك. مشيتي للمقاطعه وقاد لك الورقه ديالك؟ واه قادو لي. قادوها لي؟ قادو لي الورقه ديالي. دابا الحمد لله فوقاش قال لك تجي غدوه ان شاء الله تدخل لي الولد ديالك؟ في الاول ملي كنتي كتجي لهنايا ما كانش عندك الورقه باش انك تبع للطبيب. لا والو ما كيقولكش للمقاطعه. المقاطعه كيمشي كيقول لك تحمل المسؤوليه ديال المهمه اللي هي في البلديه. كتمشي للمقاطعه المقاطعه كتقول لك تحمل المسؤوليه ديال المهمه البلديه. دابا الحمد لله الوقاره عندك هنايا؟ ايوه فلله الحمد. متابعي قناه شفتي هذه الحمد لله هذه الورقه اللي ما بغاش يصابوها ليه ولله الحمد. شوفوا طن طن طن. دابا هذه غدوه ان شاء الله تفعل المستشفى وقال لك باش غادي تجي وتدخل الوليد ديالك في الحاله المدنيه. الحمد لله دابا غتمشي للدار وتبشر الزوجه ديالك وتقول لها بان الله يحفظ الزوجة ديالك وغتقول لها بان الحمد لله راه الوليد غدا ان شاء الله. لا غدا ندخلو. غدا ان شاء الله يدخل. الله يحفظ الوليدي. دابا امورك راه ناضية. ولا ناضية لا مولاي. هذوك اللي تعداو لك على المرأة الله يسامح. الله يسامح. الله يسامح. الله يسامح. دابا هاد الوريقة صافي تقادت لك. تقادت لي. فرحان ما قادش يهضر. لا صافي الله يحفظ الوالدين. الله يسهل عليك. فمتفق قال شفتي بالفرحة ما قادش يهضر هذا المواطن المغربي لكن ولله الحمد جا عندنا الصباح متأثر على هاد الوريقة ما بغاش يصوبوها ليه. ما بغاش يعطيوها لي. ما بغاش يعطيوها لي. دابا الامور راسك مقاده. لا مزيان قاي غدا يجي ما نعطيك. غدوه ان شاء الله الا كانت شي حاجه عيط علينا عاوتاني ونجيو ونتبعو معاك ان شاء الله. صباح. صباح. ان شاء الله الا ما فكوش معاك عيط علينا نجيو ان شاء الله. صافي الله يحمي والديك. صافي. الله يجازيك بخير. الله يرحم. فاصدقاء القناه هذا المواطن المغربي انسان انسان قالوا لك الناس عرض عليهم الاسبوع ولا دوزتي الاسبوع يمكن. دوزتي الاسبوع. انت فرحان. فالفرحه ديالو متابعي القناه انسان بسيط انسان مسكين ود باب الله تكرفس في هاد 14 يوم. 14 يوم راه وانت الوليد ما دخلوش. لا ما دخلوش 14 يوم. دابا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ما نقويوش عليك. حنا بغينا غير نبشروا المغاربه بانك الصباح كنتي متاثر ودابا الحمد لله امورك راه مزيانه. فمتابعي قناه شوف تي في هذا الانسان غدا ان شاء الله يمكن له يدخل الابن ديالو الحاله المدنيه ولله الحمد. هذا هو الدور ديالنا. وحتى انت ان شاء الله درتي السبوع الا مازال شي اسبوع صغير. اي صغير صافي الحمد لله. دابا الفرحه الكبيره هي اللي غتقول للمراه بان الوليد غندخلوا للحاله المدنيه ولله الحمد. الله يسهل عليك. من قلبي اقليمي تازه متابعي قناه شوف تي في كنشكروا كاع الناس اللي عاونوا هذا السيد مواطن مساكن متابعي قناه شوف تي في. بسيط هانتوما كتشوفوا ولا شويه وعلى قد الحال تعذب في الوريقه باش يدخل ولده الحاله المدنيه. ارتأت قناه شوف تي في نتوقف معاه في هذا الملف هذا. دابا راك ناشط يا اخي العزيز. سكي سميتي البنيسه ولا الوليد؟ احمد. احمد دابا احمد ان شاء الله واخا تعكست له الزياده غادي يكون عنده مستقبل زوين ان شاء الله باذن الله. اش تقول للمغاربه اللي كيسمعوك دابا؟ الله يحمي الوالدين لا يجازيكم بخير هاد المغاربه هادي. انت راجل مزيان اخي ما يكون خير ان شاء الله. غدوه ان شاء الله اجي وراه ما غادي يتكلفوا بك هاد الناس المستشفى. راهم شافوا البث المباشر ديالنا وتفاعلوا معنا. كل شيء راه شافوا. داك الشيء على الصوب والطريقه. كل شيء راه شافوا. ان شاء الله يكون خير. من قلبي اقليمي تازا كيعجبنا نشوفوا بحال هاد المواقف كيعجبنا نشوفوا الناس تقدر الغرض متبقى قناه شوف تي في. غدوه ان شاء الله هذا الانسان يمكن له يدخل ولده في الحاله المدنيه. الكل كلشي كيقول لك مبروك عليك. كلشي كيقول لك مبروك عليك. حتى حنا كنقولوا لك مبروك عليك اسيدي ونتمنوا لك الخير ونتمنوا لك السلامه يا اخي العزيز. من قلبي تازا استودعكم الله متبقى قناه شوف تي في.